كلفة تغطيتها بشبكات الاتصالات الأرضية نقاط الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هي الأنسب، مش موفر خدمة الإنترنت في الجهات التالية بحكم ردي فعل كلفة، بحكم أنها عندها تضاريس خاصة صعيب أنها تغطيها من الشبكة التقليدية المصرية وغيرها من التكنولوجيات الاتصالات. في كل استخدامات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مش حاجة جديدة، هي متوفرة عبر ودي خدمات الانترنت متوفرة لكن ضاغطة الثمن، وتقتصر بالأساس على المؤسسات الاقتصادية والشركات الصناعية والشركات النفطية اللي متواجدة مناطق صحراوية ولا مناطق متواجدة جهات عزلة وتحتاج خدمات اقتصادية وخدمات الانترنت. دونك الخدمة هذه متوفرة ضايفة بونس لكن مش للعموم. الجديد اليوم هو توفير خدمات الانترنت للعموم عبر موجودية خدمات الانترنت كيما استرليك عبر الاقمار الصناعية اللي تنجم توصل خدمة بجودة عالية مهما كان المكان المتواجد فيه المواطن المستعمل. احنا الفترة هذه باش نطلقوا فترة تجريبية، تجربة التقنية هذيا باش نجربوا نعملوا تجريب الجودة، أولا جودة الخدمة، استمرارية الخدمة، الجانب اللي يعني السلامة، مستلزمات السلامة موجودة ولا لا، خاصة في ظل التوترات اللي احنا فيها توا فيها كبير في الجرائم الإلكترونية، أسوأ حال هي أنها موجودة في تفادي الجريمة وتدمع الجريمة، دونك هذو هما الحاجات اللي في الفترة التجريبية باش نركزوا عليهم، كل ما يخص جودة الديدي داونلود والأبلود والناتونس، كل ما يخص معناها استمرارية الخدمة خاصة في الكونديسيون انفورماتيك الكل كما شفتوا اليوم في العروض، معناها لازم أن نشوفوا الانكيبون هذايا كما مطلوب في تونس اسكو يضمن استمرارية الخدمة والجانب اللي يضمن السلام. بالتوازي مع هذا الكل احنا توا في الوزارة باش نشتغل على وضع الترتيب والوطاعات القانونية اللازم باش نطور خدمة الانترنت وتوفير الانترنت عبر الاقمار الصناعية في تونس باش تكمل جملة الخدمات اللي احنا قاعدين نشتغلوا عليها، مش كان معناها اليقظة البصرية والتكتيك والرسائل، مش كان 4G وان احنا قاعدين نحضروا 5G، يلزم جدا ان ندرجوا تقنيات وتكنولوجيات جديدة باش تكون عندنا اللوفر اللازم لتوفير خدمات الانترنت بالجودة الكافية، مش كان الصناعيين والمؤسسات الاقتصادية حتى الناس متوفرة بالجودة الكافية وكامل نقاط النقاط الجمهورية. هذا الكل يندرج في استراتيجية تونس الرقمية اللي فيها قاعدين يشتغلوا على تطوير خدمات الشبكات، تطوير الشبكات اللي شفتوا مؤخرا انتقلنا لأول مرة بعد 20 سنة للـ 6 توا قاعدين نحضروا على إدراج خدمة الـ 5G إن شاء الله في 2024، واليوم معناها ورشة خاصة لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ثم عديد من المزودات اللي كنا نحن نستغلوا تجربوا في اليوم معناها تقوم بها الوزارة، وإحنا قادرين باش هذه التطورات التكنولوجية اللي هي مهمة باش نجموا إحنا نواكبوا ونجموا نكونوا كما تونس تعودت قبل كما هي سباقة من كل التكنولوجيات الحديثة. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم.